نجاة محمود عبد الباقي خليل، نائب رئيس لجنة خدمة المجتمع وعضو في لجنة التموين والصحة لتكتل الأحزاب والمجتمعات المدنية. حقيقي احنا يعني بنعيب على ما حدث في محافظه الفيوم، مع انها محافظه زراعيه والمفروض يطلع منها انظف لحوم وانظف اسماك وانظف طيور. نعيب على ما حدث من لحوم للحمير اللي للاسف الشديد اصبحنا يعني مهزله في وسط المجتمع المصري. مجتمع الفيوم اصبح مهزله في وسط المجتمع المصري بسبب لحوم الحمير اللي اتوجدت. واحنا كلجنه في خدمه المجتمع برئاسه الاستاذ محمد تمام نظمنا حمله بدات من اليوم لتوعيه السيده الفيوميه بمقاطعه اللحمه حتى نهايه شهر رمضان، بحيث ان حتى الجزارين لو عندهم لحمه مسوسه في جوه اللحوم بتاعتهم، ويعني المفروض الصحه والتموين يعملوا يعني يبذلوا اقصى ما عندهم عشان فعلا اللحوم دي تطلع. الصحة تشوف الحظائر بتاعت الناس اللي معمولة بدون تراخيص وبدون اختار الصحة والكلام ده كله يتصرفوا فيها ويشوفوا ازاي المزارع دي شغالة من زمان وبتذبح لحم وبتذبح حمير وبتأكلها للشعب المصري، واحنا خايفين على الست المصرية والطفل المصري والطفل الفيومي بالتحديد ان هو يحصل له تسممات وحاجات وامراض من لحمه الحمير. عشان كده بنقول للست الفيوميه قطعي لحمه الجزار عشان الجزار يجيب لك لحمه بعد كده نظيفه ولحمه حلوه، انت تستاهلي افضل من كده بكتير. وبنقول السيد وكيل وزاره التموين الفراخ غاليه، وحقيقي احنا بنعمل اجتماع معاه كل يوم اثنين وده حقيقي، الراجل بيستقبلنا وبيعرف كل مشاكلنا وحقيقي بيحل اغلبها. احنا بنقول له معلش، وهو وعدنا ان في فراخ هتنزل كيلو الفراخ ب 14 جنيه الفراخ المجمده، وحقيقي احنا بنقول له حقيقي عايزين نكثف موضوع الفراخ وموضوع اللحوم اللي جايه عن طريق الحكومه، بس يا رب تبقى يعني يكثفوا الرقابه عليها اكثر واكثر. ايه هو حد بيشتغل وكويس جدا وما نقدرش نقول وراه اي حاجه، اي مشكله بنتصل بيه بينزل لنا على الارض وبيحلها فورا.